صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر مع انتعاش قطاعي السياحة والطاقة. صندوق النقد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الإقليمي بسبب العقوبات الأمريكية ضد بعض الدول والاضطرابات الأمنية. أسعار النفط تواصل التراجع بعد موافقة أوبك على زيادة إنتاجها لتعويض النقص الناتج عن وقف إنتاج إيران. مشاهدينا، هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. أكد صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر، وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافي للجهالة للبنك. وقال عامر إن الصندوق الأمريكي يعد واحدا من كبريات صناديق الاستثمار في العالم، حيث يصل رأس ماله إلى نحو 104 مليارات دولار، ويمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم رأس مال المصرف المتحد. في ختام زيارته لبكين، بحث وزير التجارة والصناعة عمرو نصار مع كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الاستثمار في السوق المصرية. وقال الوزير إن الحكومة تولي أهمية بالغة لتنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عالية في إنتاج الملابس، بالإضافة إلى قدرتها على التصدير لعدد من دول العالم وفق معايير الجودة الدولية. أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن الجهود المبذولة في القطاع الأمني ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ. كانت الوزيرة قد افتتحت الجناح المصري المشاركة في ملتقى سوق السفر العربية والمستمرة حتى الأول من مايو المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت المشاط أنه تم تخصيص مكان في الجناح المصري لأول مرة تحت عنوان رمضانك عندنا، يقدم نبذة عن الأجواء الرمضانية في مصر احتفالا بالشهر الكريم. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين في قطاع المحاجر، وذلك من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد. وأوضح أنه تم تعديل أسعار المواد المحجرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية لزيادة موارد الدولة وإعداد نموذج عقد موحد على مستوى المحافظات يتفق مع قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية للتأكد من استيفاء ترخيصها. قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور إن الصندوق يواصل تقديم مساعدة فنية ودعم فيما يخص السياسات للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرة المستحقة على البلاد. وتوقع صندوق النقد في أواخر 2017 أن تبلغ مستحقاته المتأخرة لدى السودان 1.3 مليار دولار هذا العام من إجمالي دين خارجي يقدر بقيمة 59 مليار دولار.
توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4% في 2019، بعد أن سجل 6% العام الماضي، متأثرة بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات الأمريكية. وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1% في 2019، ما يمثل تحسنا طفيفا عن معدل النمو والذي بلغ 2% في 2018. أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، حذر الصندوق من أن العقوبات الأمريكية على بعض الدول والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط ستتسبب في تباطؤ النمو الإقليمي. صندوق النقد توقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط وبينها دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 0.4% فقط في 2019، بعدما بلغت 0.6% في العام الماضي. وفي المقابل توقع أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنحو 3.5% هذا العام مقارنة ب 4.2 في عام 2018. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 2.1% بعدما بلغ النمو فيها 2% في العام الماضي. وبشكل عام توقع الصندوق أن يبلغ النمو في المنطقة كلها 1.3% هذا العام مقارنة ب 1.4 في العام الماضي، على أن يعود ليقفز إلى 3.2 في عام 2020. واعتبر المسؤولون في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تتم بشكل عاجل، خاصة في الدول المصدرة للنفط التي سيكون عليها تقليل الاعتماد على صادرات الخام في ظل هشاشة أسعاره وتنويع الاقتصاد، من أجل بلوغ مرحلة من النمو قادرة على تحفيز الاقتصاد بعيدا عن البترول. أشاد رئيس الحكومتين الكندية واليابانية جاستن ترودو وشينزو أبي بالنجاحات الأولى التي تحققت نتيجة ميثاق الشراكة عبر المحيط الهادئ رغم انسحاب الولايات المتحدة. ورحب المسؤولان بهذه الشراكة التي بدأ العمل بها في نهاية العام 2018، ووقعت عليها استراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، وسنغافورة وفيتنام. زيارة أبي إلى كندا هي المحطة الأخيرة له في جولة شملت بروكسل، باريس وواشنطن. انخفضت أسعار النفط لتواصل انخفاضا سجلته يوم الجمعة أوقف ارتفاعا امتد لأسابيع، بعد أن طالب الرئيس دونالد ترامب أوبك بزيادة الإنتاج لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 48 سنتا إلى 71.67 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتا إلى 63.6 دولار. كانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر الأسبوع الماضي، خصوصا بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على إيران. في أسواق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف بفضل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.31 دولارا للأوقية. وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 0.2% إلى 15.03 دولارا للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6% إلى 899.75 دولارا للأوقية.
استقر الدولار مع بدء أسبوع عطلات في اليابان، ما يعطي المستثمرين سببا إضافيا للابتعاد قبل اجتماع البنك المركزي للنظر في السياسات النقدية. وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات إلى 97.97 بعدما هبط من أعلى مستوى في نحو عامين عند 98.33 من قبل. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.11 دولارا، لكن يظل قريبا من أقل مستوى له منذ عامين. مشاهدينا، ختام النشرة تذكرة بالعناوين. صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر مع انتعاش قطاعي السياحة والطاقة. صندوق النقد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الإقليمي بسبب العقوبات الأمريكية ضد بعض الدول والاضطرابات الأمنية. أسعار النفط تواصل التراجع بعد موافقة أوبك على زيادة إنتاجها لتعويض النقص الناتج عن وقف إنتاج إيران. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لطيب المتابعة.